السلام عليكم يا محمد. أنا مراتي دكتورة، وأنا دكتور طبعا، وعلى فكرة سننا كبير، يعني عدينا 50 سنة، ومراتي شخصيتها قوية قوية جدا، لكن في أوقات بتلاقيها كده، يعني أحيانا تلاقيها تطلب طلبات بحسها إنها طلبات عيال صغيرة، طلبات مثلا زي إننا نتمشى على الكورنيش، ناكل آيس كريم. أحيانا ألاقيها تطلب هدية بالفالنتاين، هو أوقات تقول لي بقول لك إيه، ما تيجي نروح مرة كده الملاهي. بصراحة يا محمد طلبات غريبة، المفروض ما تطلعش من ست وقورة طبيبة. أنا مش عارف ده سببه إيه، وهل ده عادي يا محمد، ولا هي شخصيتها حصل فيها مشاكل؟ إزاي بتبقى جد في شغلها وتطلب طلبات زي دي؟ حقيقي أنا هتجنن، ومش فاهم الوضع ده، ومش لاقي له أي تفسير. التفسير واضح قدام عينينا، لكن احنا اللي مش شايفينه. مراتك طبيعية جدا، ولو كانت غير كده كان هيبقى هو ده اللي مش طبيعي، كان هيبقى جدية شغلها خدت من أنوثتها وطبيعتها، خدت من فطرتها اللي ربنا خلقها عليها. الست لو دورت كويس وراها هتلاقيها لسه طفلة، مهما كبرت أو بقت دكتورة أو مشهورة أو حتى مديرة، هتلاقي جواها طفلة صغيرة بتظهر أول ما بيتقفل عليها باب بيتها، طفلة عايزة تسمع كلمتين حلوين، عايزة تسمع كلمة شكرا تقديرا ليها، حتى لو كانت بتعمل واجباتها كويس، بتحب المفاجآت حتى لو شوكولاتة أو وردة، بتحب إنها تتدلع وتحس إنها متحمية في راجل يصونها ويخاف عليها. الستات ما بيكبروش، ومشكلة الرجالة دايما إنهم بيحسبوها بالسن، طالما كبرت يبقى كده خلاص مش محتاجة لحاجة من حاجات البنات دي. والله العظيم أنا شفت واحدة ست في مركز مرموق جدا ماشية مع جوزها في مصيف وماسكة مصاصة. ممكن رجالة كتير تستنكر الفعل ده، لكن ما يعرفش إن البنت مهما كبرت وعلى شأنها هي طفلة مع جوزها، طفلة مع اللي بتحبه وبتحب تعيش الحالة حتى لو دقايق علشان يخرجوها من الهم والضغط اللي هي فيه. مفيش ست كبرت على الخروجات والفصح والتنطيط، مفيش ست كبرت على الكلام الحلو، مفيش ست ما بتحبش يتقال لها شكلك حلو النهارده او ايه الطقم الجميل ده، مفيش ست ما بتحبش تتحضن، مفيش ست نفسها تحس انها احلى واهم واحده في الدنيا حتى لو بقى عندها 60 سنة. الست مهما كان درجه شغلها وجديته جواها لا بيتغير ولا بيتبدل، جواها فطرة نقية بتحب تقف في المطبخ تعمل أكل، تربي ولادها، بتحب تتدلع مع جوزها ورفيق عمرها. بره باب البيت هي في شغلها مديرة، لكن جوه البيت هي ست، ست وبس، ومش مطلوب منها أي حاجة تاني. إذا كنا احنا كرجالة بشنبات بنبقى عايزين نتعامل زي الأطفال أوقات، فما بالك بمخلوق أصلاً رقيق وحساس أكتر مننا بمراحل. فلازم دايما نفتكر إن الستات ما بتكبرش لا على الشوكولاتة ولا على الورد ولا على الخروجات ولا على الكلام الحلو ولا على الحضن ولا على الدلع. عاملها زي بنتك، صدقني هي بتبقى محتاجة لده، وهي مش هتطلب ده أبدا، لأن اللي بينطلب ما بيبقاش له طعم. استنونا.